بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. انا اسف اولا على التاخير معلش. انتوا سميعه ولا بتشتركوا في الكلام؟ سميعه ولا بتشتركوا؟ ايه سميعه؟ يا ما بتشتركوش يا ما سالش عشان ما حاولش يعني مش كده؟ ولا بتشتركوا؟ سميع يعني اقعد اديكوا وعظه في سوري يعني في جنابكم وخلاص، لكن انا بحب ان يبقى في اخد وعطا. سميع ولا بتشتركوا؟ بتشتركوا. طيب قبل ما اقرا كده جزء من الانجيل احب اسال سؤال. مين تعرفوا ايه عن شهود يهوى؟ تعرفوا ايه عن شهود يهوى؟ طائفه بيرفضوا نقل الدم. ايه تاني؟ في عدد معين يدخل السماء 144 شخص. عدد معين يدخل السماء اعتقد. ايه تاني؟ هم ما بيؤمنوش ان يسوع اله. اي حاجه بيقولوا المسيح هو الملاك بخير. بيقولوا ايه؟ الارض باقيه، الارض باقيه. ايوه حبيبي. نعم؟ مفيش اسرار طبعا. طبعا هسالكم سؤال افتراضي وبعدين هحكي لكم حكايه حقيقيه حصلت معايا. تخيلوا ان انتوا قابلتم حد شهود يهوى. وانتوا عارفين اللي احنا لسه قايلينه. ماشي؟ وابتدى معاكم اول الكلام وقال انه احنا متفقين ان مرجعنا هو الكتاب المقدس. ترد تقولوا ايه؟ ده اول الكلام. يعني انت قابلت واحد شهود يهوى وفتح معاك الكلام وقال احنا متفقين ان الكتاب المقدس هو المرجع بتاعنا. ترد تقولوا ايه؟ ايه؟ والاباء والرسل. ما هو اللي كتب الانجيل الرسل. ترد تقولوا ايه؟ صح مش كده؟ صح طبعا. طب احكي لكم بقى حكايه. واحد حبيبي قوي كان دايما، هو كان صيدلي حاليا عايش بره مصر. كان يلف معايا في افتقاد وبعدين قال لي مره انا على فكره جدتي شهود يهوى. ومن زمان قوي، من ايام ابونا بشوي كامل، ابونا بشوي كامل جه وزارها. هي توفت دلوقتي. وبعدين قال لي ممكن تيجي تزورها؟ قلت له اجي. ما كنتش رايح مرتب نفسي خالص على ان الكلام ده بقاله فوق من الايه؟ 12 15 سنه مثلا. ما كنتش رايح مرتب نفسي خالص ان اخش في جدل او كلام خالص. انا قلت زياره محبه هقابلها هقرا الانجيل. يعني قرايه عامه مش قرايه موجهه، ما بحبش فكره القرايه الموجهه دي. فقرايه عامه حصل لي وامشي. رحت لقيتها، رحت انا وهو، انا والشاب دوت. رحت لقيتها جايبه حد من الايه؟ من اللي يعني المسؤولين في الكنيسه بتوع شهود يهوى. ما اتكلمتش في حاجه خالص، فضلنا نتكلم كلام عام. حتى لسه ما كنتش دخلت ان انا اقرا الانجيل. فهو ابتدى، كان في كتاب مقدس محطوط على الترابيزه. فابتدى الكلام، قال لي احنا متفقين ان المرجع بتاعنا هو كتاب مقدس. قلت له لا. قلت له لا. انتوا كنتوا موافقين ان هو المرجع كتاب مقدس. فانا قلت له لا. قلت له لا، مش علشان كتاب مرجع، مش عشان بقلل من انت كتاب مقدس طبعا. لكن لانه انا عارف هو هيقول لي ايه. عشان كده سالتكم تعرفوا ايه عن شهود يهوى. طب لو انتوا عارفين ان قابلتوا حد شهود يهوى وانتوا عارفين هيقول ايه وبيقول ايه وفكره ايه وبيقول لك الكتاب المقدس هو مرجعنا، هتقول له اه؟ لا مش كتاب مقدس مرجعنا. ليه؟ طب ده مش تقليل من قيمه كتاب مقدس؟ ده السؤال بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيه. هل ده تقليل من قيمه كتاب مقدس؟ بالتاكيد لا.
انما النقطه ايه؟ ليه انا صدمته بالاجابه ديت؟ ما انا احنا انا هو عايز ياخدني كتاب مقدس، طب بص الايه دي بتقول كده، طب معناها ايه؟ طب بص يوجد الهه كثيرون وارباب كثيرون، انا عارف هيتقول ايه؟ فقصدت اقول له لا. ليه؟ ها؟ ليه يا شباب؟ سلام عليكم. سلام. بالظبط. اختي تتاخر. فليه مش هو المرجع؟ مش لانه مش مرجع، ده اهم مرجع في الكنيسه، لكن لانه في الكتاب المقدس جزء من ايه؟ جزء من تقليد الكنيسه. جزء من تقليد الكنيسه. مفيش حاجه في تقليد الكنيسه تمشي عكس الكتاب المقدس، لكن في نفس الوقت الكتاب المقدس جزء من ايه؟ تقليد الكنيسه. طب يعني ايه تقليد الكنيسه؟ هقف هنا وهنبتدي نتكلم يعني ايه تقليد الكنيسه وايه مصادره، بس الاول هقرا جزء معاكم وهسال سؤال برضه. سميعه ولا بتشتركوا؟ تشتركوا مش سميعه. طيب هقرا ايه واحده او ايتين. اتنين 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 تبقى صفر ايه؟ بلاش رساله، خليها رساله. تبقى ايه؟ ها؟ عبرانيين؟ في عبرانيين واحد واثنين؟ اثنين ممكن تبقى رسالة يوحنا، لا مش رسالة يوحنا. ورسالة يوحنا الثانية ما فيهاش إصحاحين. ما فيهاش إصحاحين، فاثنين ايه؟ بطرس الثانية ممكن، لا مش بطرس. تيموساوس. يبقى تيموساوس اثنين اثنين اثنين. خلاص؟ تيموساوس الثانية الإصحاح الثاني آية اثنين. ماشي؟ هقرا الايه دي بس مش هقرا الاولانيه. تفتكروا الرقم؟ 2 2 2 تيموثاوس الثانيه الاصحاح الثاني ايه 2. هقراها واسال سؤال. وما سمعته مني، مين بيكلم مين؟ مين اللي كاتب الرساله؟ بيكلم مين؟ وما سمعته مني بشهود كثيرين اودعوا اناسا امناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعوا أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين. في كام جيل بيسلم ويستلم في الآية دي؟ ثلاثة. مين بيقول ثلاثة؟ هاي ثلاثة. قول يوم هم إيه؟ لا مش انا، الآية. وما سمعته مني بشهود كثيرين اودعوا اناسا امناء يكونون اكفاء ان يعلموا اخرين. ربنا. حد يعرف ارفع ايدي؟ ايوه. اربعة. قول لي مين بالآية؟ الشهود. الشهود بيعينوا العملية، بيشوفوا عملية الايه؟ الانتقال. لكن مش هم اللي قالوا لبولس؟ طب نقولها تاني، هقراها تاني ونفكر فيها، بس أرجوكم شاوروا على كل فين. أهو أهو كلام، أنا مش عايز تعرفوا إيه، أنا ما بسألكمش على حاجة تعرفوها، أنا بسأل آية، شاوري في الآية. وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعوا أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين. ها إيه هم الثلاثة؟ بولس. مين هم؟ قول لي الآية. مين بيكلم مين؟ كويس، يبقى دول كام؟ كويس. الناس تانية مين هم دول الناس؟ فين الآية؟ فين في الآية؟ هقرأ تاني، ما يا ريت نطلعها. وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعوا أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين. ثلاثة. الشهود بيبلغوا، فالشهود جزء كمان. يعني فين فين الثلاثه؟ قولي الثلاثه. لحظه خليني اسمع. ها بولس. ها في حد في النص؟ لا حاسه. لا احنا عايزين الكلام. ها ها ايه هم؟ مين هم دول؟ الناس اللي بولس بيكلمهم. مين الناس اللي بولس بيكلمهم؟ الايه ايه يا جماعه؟ شاوروا على الايه. قول لي اهي.
الضمير ده الشخص ده مني ده شخص مني ده بولس ده بولس مني ده بولس كويس يعلمه اخرين ده كمان قول لي لا قول لي العدد ومين شاور لي عليهم واحد واحد ها ايوه اتفضل بولس اودعه لا اودعه دي رايحه لمين ما سمعته مني بشهود كثيرين اودعه اناسا امناء يكرون اكفاء ان يعلموا اخرين امسكوا الايه ها أناس أمناء وآخرين هم أربعة الحقيقة لأن الشهود خليكم معايا خليكم معايا هم أربعة هم أربعة الشهود مش محسوبين الشهود بيعينوا عملية التسليم والتسلم فبولس بيقول إيه يا تيموساوس بولس بيكلم مين بالرسالة موجهة لمين تيموساوس يا تيموساوس أنا بولس اللي سمعته مني يا تيموساوس وسلمته لك وفي ناس شاهدين شايفين الكلام ده الشهود دول حضروا عملية الايه التسليم لكن التسليم سلمه مين لمين بولس لتيموساوس اللي استلمته مني يا تيموساوس هتسلمه لناس بشرط يكونوا ايه يبقى انا استلمت مني بولس طلعت منه الوديعة اداها لتيموساوس تيموساوس هيسلمها اناس امناء هيعملوا ايه الناس دول هيعلموا مين اخرين كم جيل اربعة واضحة تاني بولس سلم تيموساوس تيموساوس يودعه يعني ايه يسلمه وديعة زي وديعة البنك تفتح وتعمل وديعة يعني ايه وديعة في البنك يعني بتسيب لهم فلوسك وضمنها لك زي ما هي حطيت 100 تاخدهم 100 ف اناس امناء تودعوا لناس امناء يكونون اكفاء ان يعلموا اخرين اربع اجيال هو ده التقليد هو ده التقليد الكنيسه منظر تاني تفتكروا ايه تقليد الكنيسه عارفين سباقات التتابع سباقات التتابع ايه سباقات التتابع فريق من ثلاثة او اربعة يجري واحد يلف لف ويبتدي التاني يجري ويستلم منه العصاية لازم يستلمها قبل تدي الخط مش كده ياخد لو ما خدش العصاية ما يكملش ياخد العصاية ويبتدي يلف لف يكون التالت جاهز يبتدي يجري ياخد العصاية ويلف وهكذا ده المنظر بتاع الايه تقليد الكنيسة ايه دوت ايه اللي احنا بنقوله اللي بنقوله انه التقليد هو الايمان اللي يقول عنه يهوذا الرسول المسلم مرة للقديسين وديعة الايمان بجملتها هو دوت الايه هو ده التقليد الكنيسة ايه اهم مكون فيه ايه اهم مكون في هذا الايمان ايه اهم مكون ايه اهم مصدر ليه ها كتاب مقدس طبعا كتاب مقدس بس كتاب مقدس مش لوحده مش لانه ناقص لكن الواحد مش لوحده لانه الكتاب ده يتفهم ازاي الكتاب ده اتكتب من ناس لناس بوحي الروح القدس طبعا لكن من ناس لناس بلغه ناس تفهمها في ظروف ناس تفهمها يعني مش هيتكلم عن الموبايل ليه؟ ما كانش فيه موبايل الموبايل ده كان ايامنا لما يتكلم عن المراية لاننا ننظر الان في مرآة في لغز المراية بنشوف فيها شكلنا بيرفكت مظبوط بالذات المراية كويسة طب ليه هو بيقول كأنها في مرآة في لغز لان المراية زمان ما كانتش ازاز وشكلها فظيع كده فاهمين الفكرة؟ الكلام بيتقال في ظروف في سياق في فالناس تفهمه بطريقه معينه فالمرايه النهارده لما اشوفها لما اقرا ايه في مرايه في لغز احنا بنشوف مرايه في لغز زمان المرايه كانت ايه معدن فالمعدن ايه ممكن يبقى زي النحاس زي بتاع فتلاقيه ممكن ايه صوره مشوهه طبعا
لكن النهارده المرايه حاجه ثانيه. فكل وقت له ايه؟ له مصطلحاته. فالانجيل اتكتب اتفهم ازاي؟ القضيه مش ان انا اخد الكتاب واقفل على نفسي اوضه واطلع اقول انا عندي روح ربنا هقراه وافهمه واطلع بتفسير، ورايي ان دوت واعلم بالتفسير دوت ويبتدي مجموعه تمشي ورايا، وبعدين نعمل طائفه، وبعدين حتى يقول لا 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 انت فهمته ده غلط، انا فهمت حاجه تانية وانا عندي روح ربنا. وده اللي خلى انه في كل الطوائف، كلمه بروتستانت احنا بنستخدمها استخدام كلمه واحده، لكن هي الحقيقه طائف كتير جدا في مصر، مش عارف 17 طائفه او حاجه زي كده. بره مصر انا مش هدفي على فكره اتكلم بناحيه طائفيه اطلاقا، انا هدفي نفهم ايه اهميه تقليد الكنيسه، ولو تقليد الكنيسه ما فهمناهوش وعيناه كله على بعضه النتيجه تبقى ايه. انا اعرف قابلت في بره في امريكا لاهوتيين وكتبوا ناس مشهورين عند البروتستانت، كاتبين كتبوا في الاحتفال في 2017 البروتستانت احتفلوا اعتقد حاجه و20 10 27 10 25 10 او حد ممكن يبص على جوجل ويطلعها لي، احتفلوا ب 500 سنه على حركه الاصلاح. تعرفين ليه محددين يوم معين؟ تعرفوا ايه اليوم ده؟ يوم معين لحركه الاصلاح، كان عدى عليه 500 سنه في 2017، من 1517 ل 2017. حد يعرف اليوم ده ايه؟ اليوم اللي بيعتبروه هو ده اليوم بتاع حركه الاصلاح؟ ده اليوم اللي مارتن لوثر علق على كاتدرائيه ويتنبرغ في المانيا، المانيا اعتقد، حط عليها 95 اعتراض على الكنيسه الكاثوليكيه. لو قريتوا ال 95 اعتراض دول فيهم حاجات من اروع ما يمكن، من اروع ما يمكن. منها مثلا على ما اتذكر بيقول الكنيسه مش مبنى، الكنيسه هي اجساد المؤمنين وبالذات الفقراء اللي محتاجين نديهم ونساعدهم، لان الكنيسه الكاثوليكيه اتعملت تقول ايه؟ هاتوا فلوس، نبيع الغفران بالفلوس. فمارتن لوثر ما كانش شخص وحش، انما لقى انحرافات في الكنيسه فقال ايه؟ انا معترض على الحاجات دي واغلبيتها. لما تقروها لو حد قرا الكلام ده، واكيد بالترجم، لو قريتوا ال 95 اعتراض دول هتنبهروا، اغلبيتها اكتر من رائعه، اغلبيتها مش كلها لكن اغلبيتها اكتر من رائعه. فبيعتبروا ان اليوم ده هو يوم الايه؟ يوم حركه الاصلاح. طيب لما احتفلوا ب 500 سنه على اليوم دوت، حد كتب بيقول واحد من اللاهوتيين البروتستانت قال ايه؟ قال هل احنا المفروض النهارده نحتفل ام ننتحب؟ عارفين ايه ننتحب؟ نبكي. هل المفروض نفرح ونهيص ولا نبكي؟ هو ما بيقولش ان البروتستانتيه وحشه، وما يقصدش كده، لكن بي 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 بيفكر يقول هل المفروض النهارده يوم احتفال ولا يوم زعل؟ ليه؟ ليه ننتحب؟ ها؟ ليه؟ لانه نتيجه حركه الاصلاح اللي حصل ايه للكنيسه؟ فتتت. النهارده بيقولوا في 22,000 طائفه. 22,000 طائفه عشان تفهموا القصه، اي حد ممكن يعمل في الدولة هناك مثلا في أمريكا، هدي مثال على أمريكا يعني. من أسهل ما يمكن إنك تعمل جمعية أهلية. عارفين يعني إيه جمعية أهلية؟ منظمة مجتمعية. وتسميها كنيسة، فين؟ روح مول، خد محل وسميه الكنيسة بتاعتك، ده المقر بتاع المنظمة. بقت كنيسة. بقت كنيسة. فبقت في آلاف الطوائف، إيه اللي بيجمعهم كلهم؟ إيه اللي بيجمعهم كلهم؟ ها؟ كتاب مقدس. طب ازاي كتاب مقدس الواحد طلع كل الطوائف ديت اللي مختلفه، وكل حد بيقول لا 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 انا مختلف معاكي، انا مختلف معاك، انا ليه ايمان تاني؟ كل واحد عنده ايمان مختلف، ازاي كلهم مؤمنين ايمانات مختلفه ورغم كده كلهم بيجتمعوا على كتاب مقدس واحد؟ تفسيره فهمناه ازاي؟ طب تفسيرك ولا تفسيري؟ بالذات بقى في عصر، انا في رايي، تعرفين الكلمه دي مقدمه مهمه قوي، في رايي مهم الانسان يبقى عنده راي، بس الراي دوت ما ينفعش انه ينفصل عن ايه؟ بالنسبه للكنيسه ان رايي منفصل عن الفكر العام
الإيمان المسلم مرة للقديسين، وديعة الإيمان اللي بولس قال لتيموساوس ما استلمته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أدفاء يعلموا آخرين. فهمتوا أهمية القضية؟ أنا كل ده بحاول بس أقول لكم ليه الموضوع ده مهم؟ ليه الموضوع ده مهم؟ لأنه غير كده يبقى كل واحد يفهم الإنجيل بطريقته، وكلنا عندنا روح ربنا. آه طبعًا عندنا روح ربنا، يبقى أنا هفهم الإنجيل بروح ربنا اللي جوايا، وأنا قافل على نفسي أوضتي، لا محتاج كنيسة ولا محتاج حد، وأطلع أعلم باللي أنا طلعت بيه، وناس تصدق اللي أنا قلته، ويبقى طايفة، واللي جنبنا فهموا حاجة تانية عملوا طايفة، وهكذا. فهمتوا الفكرة؟ معايا؟ يبقى أنا أول نقطة عايز أقولها إيه؟ ليه مهم أوي التقليد؟ لأنه أهم المصادر بتاعة التقليد الكنسي هو الكتاب المقدس، لكن في نفس الوقت عمره يكون منفصل عن الإيه؟ عن الكنيسة. أول مبدأ نحب نفهمه إن الكتاب المقدس هو كتاب الكنيسة. ده مبدأ حطوه في ذهنكم. الكتاب المقدس هو كتاب الكنيسة. مفيش صلوة في الكنيسة مفيهاش فصل من الإنجيل. حتى الأجبية. الأجبية صلاة فردية ولا صلاة ليتورجية؟ فردية ولا ليتورجية؟ فردية ولا الاثنين؟ لو اختارت تختاري واحدة، إجابة واحدة بس، ليتورجية ولا فردية؟ مين بيقول ليتورجية؟ مين بيقول ليتورجية؟ ارفعوا ايديكم. جاء العائلة اللي يقول مين بيقول فردية؟ مين بيقول فردية؟ ارفعوا ايديكم. مين مش عارف؟ في ناس ما رفعتش ايديها خالص. لازم عندك رأي، لازم عندكم رأي. هسأل تاني، الصلاة الأجبية صلاة ليتورجية ولا صلاة فردية؟ صلاة ليتورجية. مين بيقول ليتورجية؟ نرفع ايدينا جامد عالي. مين بيقول انها صلاة فردية؟ نرفع ايدينا عالي عالي. مين بيقول، مين ما يعرفش؟ هي طبعا صلاة ليتورجية لأنها صلاة ايه؟ جماعية، نقدر كلنا نقف نصليها. تقولي بس أنا بصليها لوحدي في أوضتي، لكن ده ما يمنعش كونها انها ايه؟ انها صلاة ايه؟ جماعية. بصليها انا في اوضتي، وبيصليها اخويا واختي في ايه؟ في اوضة تانية وفي بيت تاني، لكن كلنا واقفين زي القداس. هل الليتورجية واحدة؟ المذبح والمذبح واحد ولا مش واحد؟ ومذبح القديسين ولا مذبح سبورتنج ولا مذبح في امريكا؟ هو مذبح واحد. المسيح هو ايه؟ هو واحد. ليه بقول ده؟ حتى الصلاة اللي هي الاجبية دي فيها ايه؟ كتاب مقدس. فيها كتاب مقدس. اذا الكتاب المقدس هو المصدر الاول واهم مصادر الايه؟ اهم مصادر الايه؟ التقليد الكنسي. الايمان كله طالع من الكتاب المقدس، ماشي؟ لكن اتفهم ازاي؟ اتفهم في الكنيسه. ويعني ايه اتفهم في الكنيسه؟ هنشرح ايه المصادر الثانيه اللي مع الكتاب المقدس. مش معاه يعني ايه بتنافس الكتاب المقدس. احنا مشكلتنا حاجة مع معناها ايه؟ اتنين واحد، مين اقوى؟ مين اهم؟ مين اعظم؟ مفيش حاجة اسمها كده. مفيش. احنا مشكلتنا ان احنا عندنا ايه؟ انت اسمك ايه؟ فيرونيكا. وانت اسمك ايه؟ جورجينا. هنعمل مسابقة، احنا بنحب قوي المسابقات مش كده؟ وعشان المسابقات فيرونيكا وجورجينا لازم يتنافسوا ولازم حد يكسب. فبقت عندنا فكرة انه ايه؟ اتنين يعني ايه؟ مين اعلى؟ بنتنافس، مع ان الفكره مش كده. لما بنتكلم عن مصادر ده مش عيب او تقليل من قيمه الكتاب المقدس، مش تقليل من قيمه الكتاب المقدس، انما الكتاب المقدس بيتفهم مع حاجات تانية. ايه هي؟ يا احنا اتفقنا ان اول مصدر هو كتاب مقدس. كتاب مقدس هو كتاب الكنيسه، وفين على ده؟ ايه المصدر التاني؟ ايه المصدر التاني اللي الايمان اللي بيعلنه الكتاب المقدس بنمارسه فيه بنعيشه فيه؟ الليتورجية. عشان كده اتكلمت عن الصلاة الأجبية انها صلاة ليتورجية. يعني ايه ليتورجية؟ الصلوات في العشية. الصلاة في العشية. كلمة ليتورجية معناها ايه؟ العمل الجماعي. العمل الجماعي. كلمة ليتورجية لما تحللها لغويا معناها العمل الجماعي، الصلاة الجماعية. ايه الليتورجيات اللي في الكنيسة؟ اهم صلاة، اهم ليتورجية في الكنيسة القداس، مش كده؟
ولكن زي ما قلت لكم الاجبيه صلاه ليتورجيه، التسبيحه صلاه ليتورجيه، كل صلوات الكنيسه صلوات ايه؟ ليتورجيه. طب ليه ده مصدر من مصادر التقليد؟ بيقولوا كده ان في اوقات الكنيسه القبطيه تحت في عصور الاضطهاد كان في ضعف في الايه؟ في التعليم، حتى على مستوى الكليروس. الكليروس ما كانوش حتى بياخدوا لقوا فرصه انهم ايه؟ يتعلموا تعليم لاهوتي كويس. ونتيجه ده التعليم كان ضعيف جدا في الكنيسه، لكن ايه اللي حفظ المسيحيين والاقباط رغم الاضطهاد ورغم قله التعليم حفظهم في الايمان؟ هو الليتورجي، القداس. القداس دايما احكي قصه بتاثر فيا قوي. كتبها ابونا لوقا، تسمعوا عن كتاب رائحه المسيح في حياه ابرار معاصرين؟ حد قرا الكتب دي؟ نفسنا شوفوا كتب قصص. قصص مكتوبه بطريقه شيقه جدا وكلها حقيقيه. عاشها ابونا لوقا الله ينعم. احنا في النهارده تذكار نياحته الثالث. فكتب قصص كلها من واقع خدمته. من ضمن القصص انه تعرفوا الكاسيت؟ شفتوا الكاسيت؟ عارفه الكاسيت؟ اصل الاجيال الجديده ما شافتش الكاسيت ده. الكاسيت ده انا فاكر مره حضر، يعني كنا في خلوه هنا في، لا مش كناش في كين، كنا في ابو تلات 2000، وحصل سجال ما بين ابونا تدرس وحد من الشباب انه احنا مش ممكن نستغنى عن شرايط الكاسيت، المكتبه الصوتيه لازم تفضل موجوده. فابونا تدرس يقول الكاسيتات دي هتتنقل، كله هيبقى سيديهات، كله هيبقى سيديهات، مفيش كاسيت. وشاب صغير ابونا تدرس بيقول الكاسيت هينتهي، المهم السيديهات. والشاب ده بيقول له لا الكاسيتات هتفضل موجوده. النهارده ايه؟ بعد 20 سنه حاجه 20، لا كاسيت ولا سيديهات، والدنيا عماله تتغير ويا عالم هيبقى في ايه بعد كده. فالمهم لما طلع الكاسيت ابونا لوقا كاتب انه واحد يعني وهو عايش هو ووالدته ست كبيره، فاشترى كاسيت ريكوردر يعني اللي بيحط فيه الشرايط، وجاب شريط قداس. فلما جه ابونا يزور العيله دي قال لابونا، ابونا عايز اخد رايك في الموضوع، ماما انا جبت لها شريط القداس، كل ما احط لها شريط القداس في الكاسيت تقف. اقول لها يا ماما بتقفي ليه؟ تقول لي يا ابني بس ما اقدرش اسمع القداس وانا قاعده. يقول لها يا ماما ما فيش ذبيحه، احنا مش في الكنيسه ومفيش مذبح، احنا بس بنسمع القداس كده للايه؟ صلوات القداس للبركه. فتقول له يا ابني ما اقدرش اسمع كلام القداس وانا ايه؟ وانا قاعد. فابونا بيقول بيهزر معاها كده، بيضحك مع الست، بيقول لها انت ايه اكتر حته بتحبيها في القداس؟ قالت لي يا ابونا كل كلمه في القداس جميل، ده كفايه كلمه يا محب البشر، ده كفايه كلمه يا ايه؟ يا محب البشر. متخيلين واحده ست بسيطه قاعده بتسمع كلام القداس ازاي؟ وتقدر تميز كلمة يا محب البشر دي بتأثر فيها قد إيه؟ القداس حفظ الإيمان. القداس لأنه فيه إيمان. كل طلبة بنطلبها من الآب باسم الابن في الروح القدس. يعني ده كلام في لما نتكلم على الثانوس نقوله. لكن ده كلام بنمارسه في الإيه؟ في الصلاة بقى حاجة طبيعية قوي. لدرجة إنه تلاقي مثلا إيه؟ وأنا برضو شفت ده في كتابات للبروتستانت مثلا. يقولوا إنه إيه؟ احنا محتاجين نعيد اكتشاف اتحادنا بالمسيح الذي به يتم الخلاص. احنا كل صلوه بالمسيح يسوع ربنا، كل صلوه من الصلوات. انه الحديث عن الثالوث كل حاجه باسم الاب في الابن والروح القدس، مش بس رشم الصليب، ورشم الصليب طبعا، لكن غير رشم كل حاجه في الكنيسه بالنعم والرفات التي ايه لابنك الوحيد. بنتكلم الاب ونقول له بالنعم والرفات التي ابنك الوحيد والروح القدس. متخيلين الايمان ايه؟ ان الايمان جزء مهم جدا. هو ايه؟ هو الصلوات الجماعيه. يبقى ايه تاني مصدر للتقليد؟ ايه تاني مصدر للتقليد؟ تاني مصدر للايمان الليتورجي. وخلوا بالكم لما هنتكلم عن المصادر هنتكلم عن خمس مصادر. هتكلم عن خمس مصادر. الخمسه دول ما بناخدش واحد ونسيب التاني، مفيش واحد اهم من التاني. انما كلهم مع بعض ومفيش منافسه مين الاهم ومين الاعلى. انما النقطه انه ايه؟ ان كل الكتاب المقدس صلوات القداس كلها ايه؟ كتاب مقدس، مش كده؟ اعتقد البراموس طلع الخلاجي وحطه على كل كلمه ايه مرجعها من الكتاب المقدس وتتشابه مع ايه في الكتاب المقدس. فاذا مفيش منافسه، انما في الاخر ما اقدرش اقول ايه؟
انا اقرا كتاب مقدس مش محتاج الكنيسه، انا هروح الكنيسه مش محتاج كتاب مقدس. لا 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 لا، عشان كده الكنيسه الكاثوليكيه لما مثلا قال ايه كتاب مقدس ما يتقراش، يتعرف البيت بقى في الكنيسه بس، مش صح عمره ما اتقال دوت. انما ظاهره وجود انجيل في البيت دي حاجه ايه، دي حاجه جديده بس لما بقت في مطبعه، لكن قبل كده ما كانش فيه ده. يبقى اذا تاني مصدر هو الايه، تاني مصدر هو الايه، يبقى اول مصدر، تاني مصدر ليتورجيه، ثالث مصدر يكون ايه؟ اقوال الاباء. اقوال الاباء، اقوال الاباء تسموها ايه؟ ادوها عنوان. هو طب بلا باثولوجي ماشي، هستخدم الترم الفني ده، الاباء يسموها زي ما تسموها. ايه علم الباثولوجي؟ انتوا تستخدموا كلام كبير، ايه هو علم الباثولوجي؟ ها التسليم؟ لا، لو بتكلم عن علم، لو بتكلم بقى ده بنتكلم ده كلام فني، ايه علم الباثولوجي؟ مختص بايه؟ بالطوائف؟ التوارث؟ مش بالظبط. لا، ايه علم الباثولوجي؟ علم الباثولوجي، انا هاخد اللي انتوا قلتوه، انا كنت ناوي اخش في الحته دي، بس انتوا زي ما قلت هو العلم المختص باباء الكنيسه من جهه حياتهم وكتاباتهم اللي عبرت عن افكارهم. ماشي؟ ايه علم الباثولوجي؟ هو علم الاباء بتوع الكنيسه، من اعتبرتهم الكنيسه اباء معلمين، سواء علموا بالكلام او بالحياه. فيبقى علم الباثولوجي هو العلم المختص باباء الكنيسه وكتاباتهم اللي حفظت لينا، اللي فيها افكارهم وفيها تعاليمهم. ماشي؟ صح، انا موافقكم. بس تقدر تعممها وتسميها ايه؟ القديسين بصفه عامه. اللي تقول لي القديسين مصدر للتعليم؟ اه طبعا. اه طبعا. طبعا. عشان كده فكره الفصل ما بين ايه؟ احنا ايه بقى؟ قولوا لي ليه بنتشفع بالقديسين؟ القديسين دول غنى الكنيسه. دول اللي اقدر يعني، كنت دخلت في مناقشه مع احد الشباب قريب خالص. الشاب ده انا اعرفه من ولا 15 20 سنه. هو عنده مشاكل في الايمان بربنا، عنده، هو قرا فلسفه ورهيب في الجدل، رهيب يعني، يعني يقطع النفس يعني. وعلى مدى 20 سنه احنا في الكلام دوت يعني، ولسه لحد قريب خالص كان عندنا قعده طويله. المهم الشخص ده والده راجل قديس، قديس بجد، هو عارف كده. انا قلت له بص، سيبك من كل الجدالات ورأي ورأيك ومين قال لي وفي مين قال لك ما المسيحية فيها أسئلة ملهاش إجابات إلى آخره، تسيبك من ده كله، خليك في أبوك. أنت واثق إن أبوك تقواه تقوى حقيقية؟ قال لي ده حقيقية 100% 1000%. قلت له خلاص، لو أبوك ماشي غلط، لو أبوك ماشي غلط يبقى امشي زيه وخب مالكش ايا كان نتائج، حتى لو هو ماشي غلط امشي وراه. بص على مثاله يا اخي، بابا ده في وقت من الاوقات كان هيموت، تعرض لازمه صحيه وكان ابنه معاه، بيقول انا شفت السلام اللي كان فيه مش طبيعي، وانا عايش في قلق واضطراب على طول. انا الشاب الصغير عايش في قلق واضطراب، وابويا كان بيموت، في لحظه موته كان في منتهى السلام. قلت له سيبك من كل بقى الاراء والفلسفه واللي انا بقوله لك واللي انت بتقوله لي، هو صدق ليه؟ الايمان قرار. يقول لي يعني صدق كده وخلاص؟ اقول له صدق وخلاص. الايمان لابد في بعد غير منظور، وعندك الامثله اشحال يا اخي. طب انا لو واحد بابا كان سوري يعني بيسكر ولا بيعمل حاجات وحشه كان يبقى بعذره، طب اقول له ايه؟ لكن انت كفايه ان انت شايف مثل. بحكي ده كله ليه؟ ان القديسين دول ايه؟ دول ذخيره الكنيسه، مش مجرد اني بعرف ولد من ابوين مسيحيين اتقيين، لكن حياتهم، ثباتهم، سلوكهم، ايمانهم امثله. وبعدين بقى ايه؟ انت ممكن تقرا ايه تقول لي لا 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 انا رايي انها كده، تقول لا 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 انا رايي، واجيب لك بقى اللغه، اصل اللغه مش عارف ايه، واستخدمك في مش عارف ايه في ايه. ودلوقتي بقى الايه؟ المعرفه كترت وبقت موجوده، وجوجل ربنا يخليه لنا مش كده، ولسه بقى تشات جي بي تي والاي اي والكلام ده.
انما تقول ايه على حياه؟ شخص عايش. شخص عايش. وعشان كده الكنيسه اعداد الخدمه. اعداد الخدمه. شيء مهم. ولكن الخدام مهمين قوي. عشان كده اعدادهم شيء مهم جدا. ليه؟ لان دول اللي هيبقوا الامثله، دول اللي هيبقوا القديسين. حضراتكم. حضراتكم المفروض تكونوا القديسين دول. اللي يشوفوهم مخدومين ويقولوا انه احنا عايزين نبقى كده. الطريق بتاع الناس الاتقيه دول، المحبين دول، البازلين دول، اللي بيفنوا نفسهم دول، اكيد طريق صح. عشان كده القديسين بتعليمهم وبحياتهم مصدر مهم جدا من مصادر الايه؟ تقليد الكنسي. زي ما بقول لك احنا ممكن نختلف فكريا على تفسير جمله، سميها آية في الكتاب المقدس، سميها، ممكن نقعد نتفلسف ونطلع الأصول والمعنى ولا الفاعل ولا المفعول به وصيغة المبالغة وإلى آخره، والأصل اليوناني وتفسيرها إيه مش عارف إيه، إنما حياة. شفت حد عايش؟ على ذكر أبونا لوقا حكى حكاية لطيفة أوي ما كتبهاش. بيقول في واحدة أمريكانية زارته وقعدت تسأله أسئلة، وبيقول بحسب تعبيره ده أنا سمعتها شخصية منه، قال اديتها على قد ما ربنا اداني. قعدت ما عارف قعدت عنده في بيته يومين، وبعدين وهي ماشية فبيسألها سؤال، بيقول لها في كل اللي اتكلمنا فيه إيه أكتر حاجة لفتت نظرك؟ قالت له أمك. أمك ده تعبيره نصا، انا اسف التعبير من مامتك يعني، بس هو ده اللي قاله بالظبط. قالت له امك ايه؟ هي شافت والدته عايشه معاهم في البيت، فاكتر حاجه لزقت في دماغها ايه؟ مش كل اللي قاله ابونا، اللزق منظر ايه؟ والدتهم الطاقيه. وحكالي اخو ابونا لقى عن الوالده ديت انها ما كانتش تعرف تقرا وتكتب، يجيبوا لها الجورنال يقول لها تعرفي تقري اول عنوان في الجورنال. انا مش بقول اتكلم على ابونا لوقا، ابونا مهار موجود يعني، ابونا مهار هيبقى عارف اكتر مني حاجات كتير وهو عايش اكتر يعني. فقالت له فيقول لها اقري المانشيت العريض ده، ما تعرفش تقرا؟ لما عرفت يا ابني ما اعرفش اقرا، لكن تقرا الانجيل، تقرا الاجبيه، ما تعرفش تقرا اي حاجه ثانيه، ما اعرفش اقرا، لكن تقرا كتاب مقدس. فقول الست دي ما لفتش نظرها كل الكلام اللي قاله ابونا، الكلام الكنسي العميق الحلو والكتاب المقدس والكنيسه وكل حاجه، لفت نظرها مين؟ شخص. شخص لفت نظرها، شخص، جزء مهم جدا في التعليم، القديسين بحياته. يبقى احنا قلنا واحد كتاب مقدس، اثنين ليتورجيه، ثلاثه القديسين. عشان كده الشفاعة مش مجرد، ما هي معتقدنا في الشفاعة؟ وإيه الآيات اللي ترد على الشفاعة؟ فحضي لك آيات فتدي لي آيات، وآيات هي بتقول كذا، طب إيه رأيك في الآية دي؟ طب وإيه رأيك في دي؟ ونقعد كده نلعب بينج بونج، آدي آية، آية، خد آية، هات آية. الموضوع مش آية قصاد آية، الكنيسة عاشت إزاي؟ الكنيسة عاشت إزاي؟ يعني مرة كنا بنتكلم على الاعتراف. طلعنا الآيات اللي بتتكلم على الاعتراف، وسألت هل الايات دي تقول ان هيبقى في اعتراف في الكنيسه بالطريقه اللي بنمارسه بيها؟ الحقيقه مش قوي. انما ايه المفيصل؟ الكنيسه فهمت ازاي الاعتراف؟ كان في اعتراف في الكنيسه على مدى الاجيال؟ اه، اذا في يبقى خلاص. يبقى ده الفهم، القضيه مش ايه. القضيه مش ايه. لا زي ما حد يقول لك ايه؟ طلع لي سم الرسل من الانجيل. السؤال غلط. والشباب يقولوا لنا سالوني في الكنيسه طلع لي الايه اللي بتقول على سم الرسل. ما فيش آية بتقول على سم الرسل. ما فيش آية بتقول على سم الرسل. في آية ممكن تفهمنا إن الرسل صاموا في بداية خدمتهم ممكن، لكن ما 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 تقولش إن في صوم بالطريقة اللي إحنا بنصومها، إنما الكنيسة قالت ده وعاشته. وعاشته. فإحنا بنعيش حياة الكنيسة. بنعيش حياة الكنيسة. طيب، يبقى إحنا اتكلمنا عن الكتاب المقدس، الليتورجية، حياة القديسين، إيه كمان؟ ايه كمان؟ ها؟ الفن الكنسي. ماشي، هخلي دي للاخر، وهنتكلم ايه الفن الكنسي؟ شاي انت كريستين، شكلي سمعتيه قبل كده.
ها؟ طب بس برافو عليك، برافو عليك. الفن الكنسي، في كمان حاجة قبل الفن الكنسي، إيه رأيكم لو حد طلع، لو حد طلع وقال، وقال أنا شايف إنه الآيات دي أو آية واحدة أو مجموعة آيات بتعني كذا، والكذا ده طلع إيه ده؟ ده مختلف خالص عن اللي إحنا بنؤمن بيه، إيه اللي يحصل؟ ها؟ مجامع، يبقى في مجمع مش كده؟ يبقى المجامع مصدر مهم جدا. لما جت الكنيسة أمنت بحاجات وعاشتها، عاشتها وكل الناس عايشينها، وبعدين جه حد قال لا 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 لا، الإنجيل مش أربع أناجيل، إحنا ناخد واحد، وقال لا 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 لا، المعجزات دي صعبة، شيل منها المعجزات، ده حصل الكلام ده، القرن الثاني ميلادي، واحد اسمه ماركيون أو مارسيون، ده قال كده، عشان قال في إلهين، ده أول حاجة نادى بيها، إله العدل الدين ده إله شر، إله العدل الدين ده كويس، قال إنه مش هاخد أناجيل، هاخد بس إنجيل واحد. انجيله هشيل منه كل ما هو ايه القيامه والكلام ده، شاله. كانت حركه قويه على فكره، دي حركه كانت مؤثره وهددت الكنيسه، في ناس مشي وراه. وبعدين قال ايه، قال برسائل بولس مش عايزين منها غير 10 رسائل بس، مش فاكر شال 10 يا خد 10 حاجه كده، وعمل نظام لوحده، فالكنيسه طلعت. ومن اقوى الناس اللي وقفوا قدامه مين؟ ايرينيوس. ايرينيوس وقف وقال لا، في حاجه اسمها الكنيسه، في حاجه اسمها الاسقف، واتكلم عن ده اغناطيوس الانطاكي قبلها، ادي اهميه تعليم القديسين. ولما ابتدى يطلع ناس يقولوا ما في المسيح مش اله، فالكنيسه لما بقى عندها الفرصه انها تعمل مجمع مسكوني، طبعا وهي مضطهده ما كانش في امكانيه ان يعملوا مجمع مسكوني تحت رعايه الامبراطور، لكن لما الامبراطور بقى مسيحي وبقى يرعى مجمع مسكوني، اتعمل مجمع مسكوني وفي اتحطت صيغه للايمان، بقى في قانون للايمان. يعني ايه قانون الايمان؟ مسطره، مسطره، ميزان، هو ده الايمان الصحيح، هو ده ايماننا بان المسيح مولود غير مخلوق، مولود من الاب قبل كل الدهور، نور من نور، اله حق من اله حق. وابتدت حتى كلمه ثالوث، كلمه ثالوث موجوده في الكتاب المقدس؟ كلمه ثالوث مش موجوده في الكتاب المقدس، انما الكنيسه، انما الحديث عن الاب والابن والروح القدس حديث ايه؟ واضح، والناس امنت بيه وماتت من اجل الايمان ده، ولسه الانجيل كله ما اتكتبش. يعني في ناس تقول لك ايه؟ كتاب مقدس كفايه، اهو دليل، هطلع لك ايه تقول كده. بولس الرسول بيكلم تيموثاوس، وانك تعرف الكتب المقدسه القادره ان تحكمك للخلاص، وانه ايه؟ انها نافعه للتعليم والتوبيخ وتنفعك عشان تنال الخلاص. طب الكتاب المقدس كان يقصد بيها ايه؟ ايه المقصود بالكتب المقدسه في لما بولس كلم تيموثاوس؟ العهد القديم. يبقى لو هناخد الكلام حرفي بقى، ما دام انت عايز حرفي اهو، الكلام بيقول انها قادره ان تحكمك الخلاص، خد حرفي بقى، يبقى العهد القديم بس، مش عايزين عهد جديد. يبقى رساله بولس اللي كتب فيها الكلام ده مش تبعنا، صح ولا غلط؟ حرفي. انما ها؟ لو كلام حرفي، لكن الكلام مش ايه؟ مش حرفي. كلام مش حرفي. فاذا المجامع كانت محددات، حطت محددات، ايه هي؟ ايه هو ايمان الكنيسه؟ اثناسيوس لما كلم اريوس كان يقول له اللي انا بقوله ده، ده اللي انا استلمته من الايه؟ من اللي قبلي، انت جايب الكلام ده منين؟ انت اللي جايب جديد. ارثوذكسيه يعني الطريق المستقيم. اورثوبيدك يعني ايه؟ خاص بالايه؟ اورثوبيدك. العظم مش كده؟ العظم عشان العظمه اتكسرت يعني نعمل لها ايه؟ نصلحها مش كده؟ ان ده اورثو، لكن ال 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 الهرطقه هيترودوكس، يعني ايه؟ يعني ايه؟ خط تاني، سكه تانيه، حد بيفرز نفسه بره الخط الايه؟ المستقيم. فالكنيسه تقف وتقول في المجمع لا، ادي ايمان الكنيسه، ادي ايمان الايه؟ الكنيسه. عشان كده لما طلع كتاب دافنشي كود، فاكرين كتاب دافنشي كود؟ كان طلع وقته عمل شويه قلق وراح، وكل كل شويه تطلع حاجه تعمل ايه؟ شويه دوشه كده، والسوشيال ميديا تعمل ايه؟ شويه صدى صوت، وبعدين تموت، زي كل اللي بيحصل في كل وقت، وبيفضل الايمان هو اللي ثابت. كده كتاب دافنشي اللي انتوا مش فاكرينه ده، في وقت من الوقت كان كل الناس عارفاه،
الكتاب ده طلع قال من ضمن ما قال، يعني قال كلام كله كان الكلام فيه كلام وحش خالص، لكن من ضمن ما قال انه ايه لاهوت المسيح وجد في مجمع نقيا. طب ما نرجع لاباء ما قبل نقيا، قالوا ايه؟ اتكلموا عن المسيح كاله؟ طبعا بكل وضوح. اقروا اغناطيوس الانطاكي في القرن نهايه القرن الاول الميلادي وبدايه القرن الثاني الميلادي، شوفوا قال ايه عن المسيح. اذا المجامع كمان حط كان جزء مهم جدا في تقليد اللي هي الكنيسه. اربع مصادر قلنا لحد دلوقتي، كم مصدر؟ واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه. الفن الكنسي. ايه الفن الكنسي؟ ايه الفن الكنسي؟ قول لنا بقى انت، ودايما انت قلتي ها كريستين، ايه الفن؟ الايقونه. تخيل انتوا خدتوا، سمعت ان انتوا خدتوا موضوع عن الايقونات. الايقونه دي تعليم مش مجرد زينه، مش ذهبي ماشيه مع الحيطه كريمي، احنا نشوف لنا ايقونه على ازرق بقى هنا. لا لا لا، ايقونه دي التعليم. اه الايقونه، ايقونه تعليم. وكل المفروض اقرا منها حكايه، حتى ايقونات القديسين المفروض بلاقي ايه؟ مش عارف على الحصان مع مرجرجس، في حد على الحصان ده مين؟ فنسال فتعلم، دي الحكايه، فاسمع الحكايه. الايقونه بتحكي قصه. ولما نفهم الايقونات وطريقه رسمها، ان العين واسعه عشان دول كان عندهم استناره، ان الشيطان صغير ما تعملوش كبير لانه مداس تحت الاقدام. كل دي معاني في الايه؟ الايقونه تعليم. الايقونه تعليم. وعشان كده بقت في كنائس كتير تبتدي تحط ايقونات كتير قوي، وحتى بقت قصص من الكتاب المقدس، فاللي يدخل يلاقي ثيم، فكره الميه والمعموديه في ناحيه، وناحيه فيها مش عارف ايه، احداث حياه المسيح الكبيره، الاعياد السيده الى اخره. بقت الايقونه ايه؟ تعليم. والناس تدخل تقول مين ده؟ ايه الحكايه اللي في الصوره دي؟ فنشرح ونعرف فنتعلم. وابص على الايقونه تديني اشوف المسيح وهو صاعد للسماء. يعني في ناس مثلا في سبورتنج مثلا يقول لك احنا ايقونه الصعود دي بنروح اي حته مش عارفين نصلي بغلب ما نكون تعنيين عليها. عايز اقول الايقونه فيها ايه؟ فيها معنى، بتسيب احساس واثر في الايه؟ في النفس، بتعلم شيء. الايقونه ايه تاني في الفن الكنسي؟ ايه تاني من ضمن الفن الكنسي؟ ايه يا حبيبي؟ اللحن. اللحن يعني تخيل كده في الصوم الكبير قلنا المسيح قام، تقول لي لا لا لا، هو مش عشان المسيح ما قامش، مش عشان دي مش مناسبه، مش عشان، بس احنا متعودين نقول ايه؟ طوبى للرحماء، مش كده؟ بقى عندنا في كل مناسبه تيجي في صوم الرسل تقول فلنسبح الرب، مش كده؟ لانه بالمجد تمجد. تيجي في 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 في, في وقت ال 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 الكهك مثلا تقول المدايح بتاعت كهك. بقى عندنا كده ايه؟ احساس بالزمن ومربوط بالايه؟ بالوقت، بالمناسبه، من خلال النغمه. لو جيت مثلا في الصوم الكبير وحد قال النغمه فرحت كلنا نلتفت، احنا صيامي مش كده؟ كلنا بقى عندنا الايه؟ ده جزء من تعليم الكنيسه، ده جزء من تعليم الكنيسه. الايقونه تعليم، ال 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 اللحن تعليم، ايه كمان؟ واللحن طبعا فيه كلام، وكلام مرتبط بالموسيقى. انا خدت مع زمان، خدت مع المعلم بتاع الكنيسه الله ينيح نفسه، معلم نعيم، خدت معاه الحان. فاكر اداني لحن وسقيروف؟ هو ده رايه يعني، ده تاملاته في اللحن، لكن هو تعمل محطات انتوا عارفين. ف قالوا لي كده كانه مسرحيه في المحط الرابع ده اللي ايه يعلى قوي النغمه، فقال ده كانهم وقفوا قصاد الفرقه فتيه وصوت برج، قالوا لا ايها الملك لن نخضع ليه لكلامك او لعباده اوثانك. انا عايز اقول انه اللحن ايه؟ تعليم. اللحن تعليم. ايه تاني؟ ايه تاني في الفن؟ اللغه وسيله. اللغه في حد ذاتها ملهاش قيمه، ملهاش قيمه، انما بتستخدمها ازاي؟ بتحطها في قصه، بتحطها في في, في ادب، ساعتها تبقى لها قيمه. لكن اللغه في حد ذاتها ما اقدرش اقول انها، لان اللغه وسيله للتعليم، وممكن تستخدمها كل الاستخدامات، ممكن تستخدمها لتعليم دار، فما اقدرش اقول اللغه. ايه تاني؟ فاضل حاجه. ايوه، النقوش والرموز اللي هي في مبنى، مش كده؟ المبنى، العماره، مش كده؟ العماره.
والنقوش من ضمنها بالظبط النقوش. والعماره نفسها مبنى الكنيسه شكله ايه؟ ده معنى ايه ده؟ هو انتوا ليه بنينه على شكل مركب؟ اصله ده فلك نوح. تعليم ده جزء من ايه؟ تعليم وايمان الايه؟ الكنيسه. دايره علشان دايره ملهاش بدايه الى اخره. شكل الكنيسه وبنيانها نقوشها كل دي مصادر للايه؟ للتعليم الكنسي. مصادر للتعليم الكنسي. يبقى لو حد قال لي احنا متفقين ان لما رجعنا هو الكتاب المقدس هقول له ايه؟ مش هقول له لا لاني بقلل من الكتاب المقدس، ارجو حد يفهم. لان مره كنا طلعنا زمان كتاب اسمه قال كان في كلام اللي انا بقوله لكم دوت وسميناها الكتاب المقدس، واحد يكفي حد قال لي ايه ده؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ انتوا بتقللوا من انتوا ابدا، ده احنا نعشق الكتاب المقدس. كل حاجه ما فيش حاجه في الكنيسه ماشيه الا متمشيه مع الكتاب المقدس. انما الكتاب المقدس ده مش بقراه في اوضه. الكتاب المقدس ده اتفهم وتعاش من القديسين واتشرح في المجامع وبتعيشه الليتورجيه على مدى اجيال واجيال، والكنيسه بكل ما فيها بتحكي بتتكلم عنه وبتشاور عليه وبتشرحه. عشان كده الكتاب المقدس جزء مهم جدا من ايه؟ من تقليد الكنيسه، لكن ماشي مع تقليد الكنيسه. عشان كده مفيش حد يقول ايه؟ انا همسك الكتاب المقدس ومش محتاج الكنيسه، ومحدش يقدر يقول انا هروح الكنيسه ومش محتاج الكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو كتاب الكنيسه بالاضافه لكل مصادر التقليد اللي هي 1 مقدس، 2 3 4 5 اللي هو ايقونه واللحم والمباني والمبنى. لإلهنا كل مجد وكرامه دائما ابدين. لا سيبوكم التسييف، لا 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 سيبوكم التسييف، اعملوا بالكلام بس. اعملوا بالكلام. سؤال ايوه. طبعا في ايات كتير بولس الرسول ما تسلم